نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. منطقة زملكة في ريف دمشق والتي تمتد إلى العديد من المناطق وصولا إلى بساتين الغوطة، هذه المرة كانت مسرح الاشتباكات. اشتباكات وملاحقات استمرت لعدة أيام، استطاع الجيش السوري بعدها الدخول إلى تلك المنطقة. وجدنا بالمنطقة أماكن للتعذيب ومكان للإقامة ومعدات وأسلحة للمخربين، ووجدنا بعض العائلات كانت مختطفة تم تحريرها، والحمد لله هلا انتهى العمل. يعني الآن أصبحت زملكة على نهايتها؟ ايه طبعا ان شاء الله انتهت، باقي بس تنظيف المنطقة من هؤلاء المسلحين. اثار الاشتباكات والعمليات واضحة من خلال هذه الشوارع. المؤسسات الحكومية كانت هدفا للمجموعات المسلحة، حيث اقدموا على تدمير وحرق العديد من المباني ومنها مبنى البلدية في منطقة زملكة، منطقة تغلب عليها البساتين والأشجار حيث كان ينتشر المسلحون فيها. كما نلاحظ أعزائي المشاهدين الآن هنا كان عدد من المسلحين يتواجدون في هذه البتين في مدينة زملكة. بعد أن قام الجيش بالدخول إلى هذه المنطقة لاحظنا أن هناك العديد من المخابئ هنا في هذا المكان، كان يقوم المسلحون بتخبئة الأسلحة هنا في هذا المكان واستخدام هذه البساتين، حيث ما زال الجيش السوري الآن يلاحق بعض المسلحين المتواجدين في هذه البساتين. أجهزة اتصالات فضائية بالإضافة إلى أجهزة حاسوب وكميات من الأسلحة والمواد الأولية لصناعة العبوات تم الكشف عنها كانت بحوزة المسلحين. عمليات التنظيف في المنطقة ما زالت مستمرة، حيث يواصل الجيش السوري البحث عن مخابئ ومستودعات للأسلحة وأحيانا أماكن للمسلحين وأنفاق. هذا أحد الأقبية هنا في زملكة الذي كان يستخدمه المسلحون هنا في هذا المكان، كان هناك كذلك أعداد كبيرة من المسلحين. الآن دخل الجيش وقام بتنظيف هذه المنطقة. هناك بعض الأنفاق كما نتابع الآن، كما تلاحظون الآن قاموا بفتح الجدران على بعضها البعض، ومن ثم حتى يكون هناك سرعة في التنقل وحتى يكون هناك حركة التنقل أسرع. ومع بسط الجيش السوري سيطرته على منطقة زملكة يتجه نحو بساتين الغوطة في الريف لملاحقة بعض المجموعات التي فرت إلى هناك. حسين مرتضى، العالم، زملكة، ريف دمشق. في محافظة درعا واصلت الجهات المختصة تمشيط مناطق حيط ووادي اليرموك ووعر اللجات والمثنية ودرعا البلد، وألقت القبض على أعداد كبيرة من الإرهابيين، كما عثرت على كميات من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة والأوكار لمعالجة الإرهابيين المرتزقة. ثوار الناتو من غلمان الوهابية المجرمة ينفذون أوامر الصهيونية باستهداف الكفاءات الوطنية المساهمين الأوائل في بناء نهضة الوطن، حيث اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة العميد الطبيب ظاهر عبد العزيز صبرا أمام منزله بركن الدين بدمشق، وعمدت المجموعة الإرهابية إلى إلصاق عبوة ناسفة بسيارة الطبيب صبرا وفجرتها لدى صعوده فيها متوجها إلى عمله ما أدى إلى استشهاده. جريمة الإرهابيين في استهداف الكفاءات الوطنية سبقتها جرائم مماثلة تدل على حقد الإرهابيين على أصحاب الخبرات والعلوم الذين يساهمون في بناء الوطن، الأمر الذي لا يروق لثوار الناتو من غلمان الوهابية المجرمة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد وجود خلافات عميقة بين روسيا والدول الغربية بشأن سوريا، ويقول إن الدول الغربية تعمل على تحقيق أهدافها الآنية على حساب مصالح الشعب السوري. مواقف لافروف هذه جاءت أمام طلبة وأساتذة جامعة العلاقات الدولية في موسكو. روسيا البلد الذي يحترم سيادة الدول ويقدر جيدا مسؤوليته تجاه العالم في هذه المرحلة، يؤكد وزير خارجيته سيرجي لافروف أن الخلافات عميقة بين روسيا والدول الغربية حول الأزمة في سوريا، موضحا أن بعض الدول الغربية تحاول تحقيق أهدافها الآنية على حساب مصالح الشعب السوري.
وشدد لافروف في كلمة له أمام طلبة وأساتذة جامعة العلاقات الدولية في موسكو على أنه لا يمكن حل الأزمة في سوريا إلا من قبل السوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي. إنني على ثقة بأن الحل الممكن والوحيد هو الحل الذي يتخذه السوريون وعليهم تقرير مصيرهم بأنفسهم. وأكد لافروف أنه لا صلاحيات لمجلس الأمن الدولي بأن يدعم التدخل الخارجي في شؤون الدول، وهو مبدأ مسجل في ميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن لمجلس الأمن مخالفته. إن بعض الدول الغربية ودول المنطقة يصرون على التدخل العسكري السافر في الشؤون الداخلية السورية، أما روسيا والصين وغيرهما من الدول فهي مصرة على ضرورة وقف العنف وحل سلمي للأزمة في سوريا. وأضاف لافروف: لقد حققنا تقدما وخرقا مهما خلال اجتماع جنيف أثناء إقرار الوثيقة النهائية له، وأن الأفكار التي تم تثبيتها في البيان تعكس المصالح العميقة للشعب السوري، مشيرا إلى أن الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا سيعمل على تطبيقها. وأكد لافروف أنه من غير الموضوعي الطلب من الحكومة السورية سحب القوات والآليات العسكرية من المدن بشكل أحادي الجانب. وفي سياق متصل، حمل نائب وزير الخارجية الروسي جنادي غاتيلوف الأطراف التي تقوم بتسليم الأسلحة إلى المعارضة السورية المسؤولية عن التهديدات التي تطلقها هذه المعارضة باستهداف حركة الملاحة الجوية المدنية. وقال غاتيلوف إن التهديدات التي أطلقتها المعارضة السورية بخصوص استهداف حركة الملاحة الجوية المدنية ناتجة عن قيام بعض الأطراف بتسليم هذه المعارضة أسلحة بطريقة غير مسؤولة. بدوره جدد وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي التأكيد أن الحوار السياسي هو الطريق المناسب لحل الأزمة في سوريا وإنهائها، داعيا المجتمع الدولي إلى التمسك بمبدأ الحل السياسي للأزمة. قال الوزير الصيني إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الوضع في سوريا وتولي أهمية كبرى للظروف الإنسانية فيها. ودعا يانغ جميع الأطراف ذات الصلة بالأزمة إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي وخطة كوفي عنان ذات النقاط الست وبيان جنيف، ولفت إلى أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل للأزمة، وأنها تتوقع أن يلعب الإبراهيمي دورا نشطا في البحث عن الحل. من جهته أكد الإبراهيمي أنه يولي أهمية كبرى لموقف الصين ودورها في حل الأزمة في سوريا، وأنه يرغب في الحفاظ على الاتصال مع الصين بشأنها. مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا بدأ مهامه بالمساعدة في حل الأزمة في سوريا واضعا في جعبته حتى الآن رسالتي دعم صريحتين، الأولى روسية والثانية صينية. من خلال اتصالين أجراهما مع بكين وموسكو سمع خلالهما موقفا ثابتا ومعلنا بدعم ومساندة أي مهمة تساعد في دفع الحل السلمي عبر عملية سياسية تقوم على أساس الحوار بين السوريين أنفسهم. الدعم الروسي الصيني كان سبقه الإعلان السوري بالترحيب بأي مبادرة هادفة لحل الأزمة سلميا وسياسيا والتعامل مع ما يقودها بانفتاح وإيجابية وتوفير كل التسهيلات اللازمة له ضمن حدود السيادة والاستقلال الوطني. لكن المهمة الأصعب التي تنتظر الإبراهيمي هي طرق أبواب أولئك الملطخ أيديهم بدماء السوريين وفق اعترافاتهم العلنية التي أقرت بدعم الإرهاب ومحاولة انتزاع الالتزام المطلوب منهم بالتوقف عما يقدمون عليه كمدخل لأي حل، والذي عجز سلفه كوفي أنان عن الحصول عليه بما دفعه لإعلان استقالته. مهمة لن تكون سهلة أمام الإبراهيمي في ضوء إصرار تلك الدول على سياسات العدائية نفسها الرافضة لأي حل سياسي عبر الانقلاب المعلن على اتفاق جنيف الذي كانت جزءا من التوافق عليه وعلى خطة النقاط الست وعلى استمرار بممارسة دور المشرف والموجه لآلة الإرهاب الوحشية التي تفتك بأرواح السوريين ودور المورد والمصدر لأفواج الإرهابيين الكفرة وما يحتاجونه من أسلحة في مهمة القتل الموكلة إليهم بالنيابة. وقائع وحقائق
تربط نجاح جهود الأمم المتحدة بتخلي محور أعداء سوريا بقيادة الولايات المتحدة عن خلق المسارات الموازية غير التوافقية الهادفة لإجهاض أي جهد أو تحرك لحل الأزمة سلمياً، والتي كان آخرها المتاجرة الرخيصة بمعاناة السوريين في مجلس الأمن، وهو ما على الإبراهيمي إدراكه والتعامل الحازم معه حتى يتجنب حقول الألغام الغربية والإقليمية ويتجاوز النقطة التي عجز عنها عنان وكانت السبب في دفعه للاستقالة. وفي إطار جهود حل الأزمة في سوريا، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن الرئيس محمود أحمد نجاد سيبدأ باعتباره رئيسا لقمة حركة عدم الانحياز، سيبدأ مشاوراته مع مختلف الدول للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. وقال صالحي بعد اختتام القمة إن الرئيس أحمد نجاد سيجري مشاورات مع سائر المؤسسات الدولية المعنية والدول الصديقة، موضحا أنه أجرى لقاءات مع أكثر من 60 مسؤولا من مختلف الدول. وفي طهران أيضا، أكد المبعوث الروسي إلى القمة 16 لحركة عدم الانحياز قسطنطين شوفالوف خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أكد أهمية الحوار لحل الأزمة في سوريا، مبينا أنه يمكن التوصل عبر الحوار السياسي والمحادثات إلى حل مناسب لإقرار الأمن والاستقرار في سوريا. حركة عدم الانحياز تختتم أعمالها باعتماد آلان طهران والوثيقة الختامية، وتؤكد دعمها الثابت والمتضامن مع حق سوريا باستعادة سيادتها على الجولان السوري المحتل وإدانة العقوبات الأمريكية الأحادية عليها. اختتمت حركة عدم الانحياز أعمال القمة 16 لرؤساء دول وحكومات الحركة التي انعقدت في طهران، وتبنت القمة في جلستها الختامية برئاسة الرئيس محمود أحمد نجاد إعلان طهران والوثيقة الختامية للقمة وتقريرا منفصلا عن أعمال لجنة فلسطين. وقد أكد القادة في إعلان طهران التزامهم بالأهداف والمبادئ التي قامت عليها الحركة وتصميمهم على احترامها والحفاظ عليها، ورفضهم لسياسات الهيمنة الغربية السعي لفرض إرادتها من خلال إجراءات قصرية أحادية الجانب. وأعادوا التأكيد في الوثيقة الختامية للمؤتمر على دعمهم الثابت وتضامنهم مع حق سوريا العادل باستعادة سيادتها الكاملة للجولان السوري المحتل على أساس مرجعية عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد القادة تأكيدهم بأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والمادي والسكاني للجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني، وتتناقض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار ضم الجولان لاغيا وباطلا. وطالبوا إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 67 و900 و1000 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان القادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات أحادية الجانب على سوريا، مؤكدين أنها تتنافى مع القانون الدولي وتشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وعبر القادة عن تقديرهم للجهود التي بذلها المبعوث الدولي كوفي عنان، ورحبوا بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا دوليا جديدا وتسهيل مهمته وفقا للولايات الممنوحة له. كما أكدوا موقف الحركة المبدئي فيما يتعلق بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي أي دولة، وجددوا تأييدهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وطالبوا إسرائيل الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالانضمام إلى تلك المعاهدة دون تأخير، وبإخضاع جميع مرافقها النووية للنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربوا عن قلقهم البالغ من امتلاك إسرائيل القدرة النووية التي تشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لأمن الدول المجاورة والدول الأخرى. وأدانوا إسرائيل استمرارها في تطوير وتخزين ترسانات نووية. وأكد القادة أن الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن من شأنها أن تلحق الضرر بسلامة ووحدة أراضي واستقرار الدول إلى جانب تهديد الأمن الوطني والإقليمي والدولي، فضلا عن زعزعة استقرار الحكومات الشرعية أو النظام الدستوري والوحدة السياسية للدول. ودعوا جميع الدول إلى التعاون من أجل مواجهة قضية تمويل الإرهاب والتصدي لها بكل حزم.
وأدان القادة أي شكل من أشكال الإرهاب وطالبوا بالامتناع عن تقديم أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو معنوي أو مادي للإرهاب، وحثوا جميع الدول على التأكد من أن وضع اللاجئ أو أي وضع قانوني آخر لا يساء استخدامه من قبل مرتكبي أو منظمي أو مسهلي الأعمال الإرهابية.